مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. اليوم رح نعمل اكله سوريه كثير مشهوره، وهي هون بمصر كمان كثير مشهوره، بياكلوها على السحور. وبما انه رمضان قرب فخلينا نجهزها سوا. وصلنا هي الفول المدمس. انا رح اعمل اليوم بطريقه شوي مميزه. المقادير هي عندنا ربع كيلو فول ناشف. بعد ما بنسلق الفول، هلا رح نحكي عن طريقه سلق الفول، بنخلي شوي من المرقه تبعه. عندنا ليمون معصور او عصير ليمون. البهارات هي عندنا بابريكا، كمون، كزبره، فلفل اسود، وكركم، ملح اكيد، بقدونس مقطع، بصل مقطع صغير يعني، وثوم. هلا البصل والثوم هون حسب الرغبه، انا بحب النكهه تكون متوسطه. وعندنا كمان بندوره مقطعه 3 حبات. هلا طريقه سلق الفول، لحتى نضمن انه الفول يكون مستوي 100% بدون استخدام اي اضافات ثانيه، مثل مثلا كربونات او اي اضافات ثانيه، فنحن بنجيب الفول الناشف بننقعه بالمي العادية من الحنفية ليلة كاملة. بعدين تاني يوم بنغسله منيح، بنحطه بالطنجرة، بنضيف عليه مي ساخنة وبنتركه يغلي على نار واطية كتير مدة تقريبا 3 ساعات. هيك بنحصل على فول طري من برا ومن جوا، يعني القشر بيكون طري ومن جوا كمان بيكون مستوي وطري. يلا هلا خلونا نبلش. أول شي بناخد المقلاية ومنحطها على الغاز. نشغل الغاز، ناخد شوية زيت ونحطهم بالمقلاية. هلا ناخد البصل بعد ما نكون حمي الزيت منيح ومنتبله. هلا ليه ما حطيت الثوم مع البصل؟ لانه الثوم بيحترق او بيستوي اسرع من البصل، فاذا بدنا نحطه مع البصل رح يوصل لمرحله انه يحترق فيها. لهيك بننطر شوي بس حتى تدبل البصله، وعاد بنضيف الثوم فوقيتها. هلا دائما لما بندبل البصل نحن، اذا ما بدنا نحمره فينا نحط معاه رشة ملح مشان ما يحترق. هلا بنشوف انه البصلة بدلت شوي، فعم نضيف الثوم فوقها. انا هون بهمني بس انه الثوم يطلع نكهته، يعني شيء انه يتشوح شوي بالزيت. لاحظوا بما انه الكميه قليله ففورا البصل تبلت معانا، حتى الثوم بلشت تطلع ريحته. فورا بنضيف فوقهم البندوره. نفس الشيء نترك البندورة تتشوح مع البصل والثوم لحتى تصبح. هلا بعد ما دبل معانا البندورة رح نضيف البهارات فوق الخليط. نضيفهم كلهم فوق الخليط.
هلا بعد ما اختلطت البهارات منيح مع البندورة والبصل والثوم صار وقت نضيف الفول. هلا وفي شغلة تانية أنا بساويها بشان هاي الصلصة اللي هون والمرقة تسمك معانا وتصير ظريفة، فبمسك هيك حبة أو كم حبة فول وبهرسهم شوي هيك بالمقلاية بس لحتى تعطي سماكة للقوام. هلا اذا شفتوا انه مرقتها كويسة يعني ما انا بحاجة مرقة خلاص ما في داعي نضيف مرقة الفول اللي نحنا شلناها على جنب، لانه مثل ما شفتوا انه البندورة بالاصل هي مستوية شوي ففيها مرقة منيح. هلا نضيف الملح، طبعا الملح دائما حسب الرغبة، اذا حسيتوا انه الملح قليل او شيء فيكون كل حدا يضيف بصحنه على راحته. اخر خطوة بضيف انا البقدونس وعصير الليمون لاني بحب دائما انه يضل طعمتهم فريش، يعني ما بحبهم كتير يقعدوا على النار، بحبهم فورا نضيفهم حرك وطفي. فنضيف البقدونس هلا، عصير الليمون، هلا بعد ما ضفنا البقدونس والليمون بس هيك تحريكة خفيفة وبتكون الأكلة جاهزة. شوفوا الألوان قديشها ظريفة وحلوة. هلا بعد ما سكبنا الصحن بيبقى بس انه نزينه بشوية بندورة هيك وبقدونس. ممكن نضيف كمان كم شرحة ليمون للي بحب يضيف. طبعا هاي الأكلة بتتقدم مع الخبز وإن شاء الله ألف صحة وهنا.